بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس 30. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الرؤية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كلام الإمام الطحاوي رحمه الله في هذا الموضوع هو في رؤية الله سبحانه وتعالى، حيث يراه المؤمنون يوم القيامة عيانا بأبصارهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته، يرونه جميعا، يرونه جميعا، كما أنهم يرون الشمس جميعا، كل في مكانه، ولا يجتمعون في مكان أو يتزاحمون، كل يراها في مكانه. إذا كان هذا في مخلوق وهو الشمس، فكيف برؤية الله سبحانه وتعالى؟ وهذا من تمام نعيم أهل الجنة، أنه يتجلى لهم ويرونه عيانا بأبصارهم، ويسلم عليهم ويكلمهم ويكلمونه. فهذا من فضله عليهم وجزائهم، حيث آمنوا به في الدنيا ولم يروه، آمنوا به في الدنيا ولم يروه، وإنما استدلوا عليه بآياته ومخلوقاته، فجزاؤهم أنهم يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم. أما الذين كفروا بالله عز وجل فإن الله يحتجب عنهم ولا يرونه، عقوبة لهم. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي يحرمون من رؤية الله سبحانه وتعالى ويحجبهم من رؤيته، عقوبة لهم. والله سبحانه وتعالى ذكر الرؤية في القرآن، قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وقال تعالى في أهل الجنة: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا المزيد هو رؤيتهم لله سبحانه وتعالى، وهو أفضل وأكمل من نعيم الجنة. نعم. فقال الشارح رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية،
وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، الحديث. نعم. أدخل كاف التشبيه على ما المصدرية الموصولة بترون التي تنحل إلى المصدر الذي هو الرؤية، فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي. نعم. إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. فكما الكاف كاف التشبيه، والتشبيه هو تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس تشبيه المرء وهو الله سبحانه وتعالى بالمرء. هذا معنى كلامه رحمه الله، وهو كلام أهل السنة والجماعة. نعم. فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرء، وهذا بين واضح. تشبيه الرؤية بالرؤية، رؤية الله كرؤية الشمس، رؤية الله كرؤية القمر ليلة البدر. تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء، لأنه لا يمكن تشبيه الله سبحانه وتعالى بأحد من خلقه. نعم. فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرء، وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية، في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها. نعم. تحقيقها يعني ليست رؤية غير حقيقية، بل هي أكدها بقوله كما ترون القمر وكما ترون الشمس، فهي رؤية حقيقية بأبصارهم يرونه سبحانه، لأن الله يعطيهم قوة يستطيعون بها أن يروا ربهم. أما في الدنيا فإن الله جل وعلا لا يراه أحد، لأن المخلوق لا يستطيع أن يرى الله جل وعلا، لا يستطيع في الدنيا. ولهذا لما سأل موسى عليه السلام، لما سمع كلام الله له، كلمه الله، قال: ربي أرني أنظر إليك. اشتاق إلى ربه: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، لن تراني. ثم أراد سبحانه أن يبين له أن موسى لا يستطيع رؤية الله في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى، يعني ظهر الله جل وعلا للجبل، جعله دكا، يعني انهار الجبل وصار ترابا. عظمة الله سبحانه وتعالى، جعله دكا، أي اندك الجبل لما تجلى الله له، أو تجلت له أنوار الله سبحانه وتعالى، اندك الجبل الصلب الأصم، حتى يقتنع موسى عليه السلام أنه لن يرى الله في الدنيا، لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل. فلما اندك الجبل خر موسى، أي سقط موسى عليه السلام صعقا، أي مغشيا عليه، سقط مغشيا عليه، خر موسى صعقا. فلما أفاق وذهب عنه، ذهب عنه الصعق والغشي، اعتذر إلى ربه سبحانه وتعالى واستغفره، قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال: يا موسى، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي
فخذ ما آتيتك. وبكلامي أن الله يكلمه، هو كليم الله. كان الأنبياء يأتيهم الوحي بواسطة جبريل، أما موسى فإن الله يكلمه مباشرة ويأمره وينهاه، ويسمع موسى كلام ربه، ولذلك يسمى موسى كليم الله، انفرد بهذه الفضيلة كأنه كليم الله، وأن الله يأمره وينهاه ويسمع كلام ربه سبحانه وتعالى. نعم. وهذا بين واضح بأن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها. اي نعم، رؤية حقيقية بالبصر. نعم. وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟ ماذا بعد هذا البيان؟ ماذا يبقى للمعتزلة وتلاميذ المعتزلة الذين ينفون الرؤية؟ نعم. فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص كيف يستدل بنص من النصوص؟ فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص كيف يستدل بنص من النصوص؟ اي نعم، هذا نص واضح لا يحتمل التأويل الذي يريده المعتزلة وتلاميذهم. فإذا صح لهم ما قالوه فإنه لا يبقى شيء من كلام الله حقيقة، وإنما يكون عرضة للتأويل والتخرصات. نعم. وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟ العلم غير الرؤية، العلم غير الرؤية، الرؤية بالبصر عيانا بأبصارهم، أما العلم فهو في القلب وفي الرأس، يعني يمتد إلى الرأس، من القلب إلى الرأس. نعم. وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر، ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ونحو ذلك؟ ألم ترى، أي ألم تنظر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ما حصل لأصحاب الفيل بعينه، ما رأى ذلك بعينه حينما نزلت عليهم الحجارة، وحينما غشيتهم الطير الأبابيل، محمد صلى الله عليه وسلم ما رأى ذلك، ومع ذلك قال له ألم ترى، يعني ألم تعلم. فالرؤية هنا معناها العلم، ألم تعلم ما حصل لأصحاب الفيل؟ وأصحاب الفيل قوم من الحبشة، ومعهم ملكهم أبرهة، جاءوا لهدم الكعبة، ومعهم فيل عظيم يريدونه أن يقتلع الكعبة، فالفيل برك لما وصل إلى وادي المغمس عند مكة، برك الفيل ولم يستطيعوا أن يحركوه، فإذا أقاموه ووجهوه إلى غير الكعبة هرول، وإذا وجهوه إلى الكعبة برك، لأن الله حبسه عن بيته. ألم ترى كيف فعل ربك، أي ألم تعلم، لأن الرسول لم يره بعينه. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، يعني جماعات، كل طائر معه ثلاثة أحجار، حجر بمنقاره وحجران برجليه، فلما توسطتهم أمطرت عليهم هذه الحجارة، فصار الحجر يقع على
رأس الرجل ويخرج من دبره والعياذ بالله، ينتظم انتظاما، فهلكوا عن آخرهم. ألم ترى كيف، يعني قد علمت ما فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، يعني جماعات جماعات تحصبهم بالحجارة، ترميهم بحجارة من سجيل من جهنم، حجارة ما هي من حجارة الدنيا بل من جهنم والعياذ بالله، حجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. العصف ما هو؟ تبن، تبن الزرع، جعلهم مثل التبن الذي أكلته الدواب. نعم. ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ونحو ذلك مما لا شك إن ألم ترى أي ألم تعلم. هذا محمد ما رأى أصحاب الفيل بعينه، رأه بعينه، وإنما علمه بما أوحاه الله إليه. المعتزلة يقولون هذه الآية، آية الرؤية، مثل آية أصحاب الفيل، معناها العلم، معناها العلم، وهذا باطل، لأن رؤية أصحاب الفيل النبي ما رآهم، وإنما أعلمه الله بذلك، بخلاف قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم، سترون ربكم، هذا عيانا بالأبصار. ثم قال: كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر، أي ليلة الرابع عشر حينما يتكامل القمر ويصير بدرا، لا يخفى على أحد، كل من نظر إليه رآه. فهذا ليس مثل هذا، حتى يفسر الآية بالآية، آية الفيل، يفسر آية الفيل بالآية التي يرون الشمس عيانا. نعم. ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى التي في أفعال القلوب. ولا شك أن رأى تارة تكون بصرية، وتارة قلبية، وتارة تكون من رؤيا الحلم وغير ذلك. ولكن إذن الرؤية على ثلاثة أقسام: الرؤية البصرية، والرؤية القلبية بمعنى العلم، والرؤية الحلم حينما يرى النائم ما يرى في نومه، يرى ناس ويرى أشياء في الحلم. نعم. ولا شك أن رأى تارة تكون بصرية، وتارة قلبية، وتارة تكون من رؤيا الحلم وغير ذلك. ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي. نعم. وإلا لو أخلى المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مجملا ملغزا لا مبينا موضحا. وأي نعم. وأي بيان وقرينة فوق قوله: ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. هذا واضح، كما ترون الشمس في الظهيرة، وهي على الرؤوس، ترونها وهي على رؤوسكم، لا تخفى الشمس في هذه الحالة على أحد له عينان. فكذلك رؤية المؤمنين لربهم تكون حقيقية، يرونه عيانا بأبصارهم إكراما لهم لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه، وإنما صدقوا رسله آمنوا به واستدلوا كذلك بمخلوقاته وآياته وهم لم يروه،
آمنوا به سبحانه وتعالى فجزاؤهم أن الله يتجلى لهم في الآخرة ويرونه عيانا ويتلذذون برؤيته، يسلم عليهم ويكلمهم ويكلمونه ويزورونه سبحانه وتعالى زيارة تكريم لهم. نعم. وأي بيان وقرينة فوق قوله ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب؟ فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ وهل هذا من تلبيسهم، من تلبيس المعتزلة والجهمية. نعم. وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟ نعم. فإن قالوا ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور إمكانها، فالجواب أن هذا دعوى منكم خالفكم فيها أكثر العقلاء، وليس في العقل ما يحيلها، بل أي نعم ليس في العقل ما يمنعها، ما دام صحت بها الأدلة فالعقل يسلم، يسلم للأدلة يعني الكتاب والسنة. نعم. وليس في العقل ما يحيلها، بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لا حكم بأن هذا محال. أي نعم، لكن الله موجود سبحانه وتعالى وتمكن رؤيته للمؤمنين يوم القيامة. نعم. وقوله لمن اعتبرها منهم بوهم، أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها. نعم. ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه، وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل. أي نعم، وهذا شأن المعتزلة والجهمية، معطلة مشبهة. نعم. بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده، ولا يعم بنفيه الحق والباطل فينفيهما ردا على من أثبت الباطل، بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق. نعم. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله بقوله ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. الشيخ المراد به الطحاوي مؤلف هذا المتن. ومن وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله بقوله ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. أي نعم، التنزيه ليس معناه أننا ننفي ما صح وثبت في الوحي المنزل من الله عز وجل، ننفيه لأجل أوهامنا وعقولنا، ما أنزله الله فوق العقل لا يدركه العقل. نعم. فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي، وهل يكون التنزيه؟ المعتزلة أتباع واصل بن عطاء الغزال، واصل بن عطاء الغزال كان من تلاميذ الحسن البصري رحمه الله إمام التابعين، فلما سئل الحسن البصري عن مسألة في العقيدة ووضحها وبينها خالفه تلميذه واصل بن عطاء واعتزله، فسمي أتباعه بالمعتزلة لأن إمامهم واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصري إمام التابعين رحمه الله. نعم. فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي، وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ فإن نعم لا، التنزيه عما لا يليق بالله، أما صفة الكمال فهذه تليق بالله عز وجل فلا يجوز نفيها. نعم. وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ فإن نفي الرؤية
ليس بصفة كمال، إذ المعدوم لا يرى، وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة. نعم. وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة كما في العلم. نعم، فهم يرونه لكن لا يدركونه، يرون الله سبحانه وتعالى لكن لا يدركوا ولا يحيطون به، فليست رؤية إحاطة. أنت حينما تنظر إلى مخلوق تراه رؤية إحاطة، لكن المؤمنون يرون ربهم ولا يحيطون به سبحانه وتعالى. أنت مثلا تنظر إلى الشمس، هل تحيط بها؟ هل تحيط بالشمس؟ ما تحيط بها وإن كنت تراها. ليس كل ما يرى يحاط به. نعم. وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة كما في العلم، فإن نفي العلم به ليس بكمال، وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علما. نعم، ولا يحيطون به علما، يحيطون به علما. أما أنهم يعلمون صفات الرب ويعلمون كمال الرب سبحانه وعظمته، هم يعلمون ذلك ويعتقدونه. نعم. فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما. أي نعم، ولا يحيطون به علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ما قال لا يعلمون، قال لا يحيطون به، يعني لا يعلمونه علم إحاطة. نعم. وقوله أو تأولها بفهم، أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها وما يفهمه كل عربي من معناها، فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره، وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا نحن نؤول ما يخالف قولنا، فسموا التحريف تأويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل. نعم، فسموا التحريف تأويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل، وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل، قال سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فأهل الباطل يتلقون عن الشياطين، يتلقون زخرف القول، الزخرف الشيء المزين وهو ليس على حقيقته، يزين في الظاهر وفي الباطن ليس هو على ما يظهر منه للأبصار. فهم يريدون بذلك أن يجعلوا رؤية الله مثل ما يكون عند المخلوقين إذا رأوا شيئا لا تدركه أبصارهم ولا تحيط به، مثل الشمس، مثل القمر ليلة البدر، مثل. نعم. وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل، قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، والعبرة للمعاني لا للألفاظ، فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق. أي نعم، زخرف القول غرورا من الشيطان. فتأويلاتهم للنصوص هذا من زخرف القول الذي أوحاه لهم شياطين الإنس والجن، وليس هو من عند الله سبحانه وتعالى ولا من عند رسوله. نعم. وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ثم أكد هذا المعنى بقوله إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين.
نعم، هذا عقيدة المسلمين، أن نصوص العقيدة نصوص التوحيد لا يحكم عليها العقل، وإنما هي التي تحكم على العقل لأنها من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو تحريف، ولكن الشيخ رحمه الله تأدب وجادل بالتي هي أحسن، كما أمر الله تعالى بقوله وجادلهم بالتي هي أحسن. ما؟ ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو تحريف. نعم. ولكن الشيخ رحمه الله تأدب وجادل بالتي هي أحسن، كما أمر الله تعالى بقوله وجادلهم بالتي هي أحسن، وليس مراده. نعم. وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا، ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل الراجح من الكتاب والسنة، وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة. نعم، التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لدليل يدل على ذلك، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لدليل يدل على ذلك، وليس هو بالهوى، أنك تصرف اللفظ عن ظاهره بالهوى أو بزخارف القول، بل بدليل، بدليل يدل على ذلك، على أن هذا يجب صرفه عن ظاهره. نعم. وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنة على فسادها، وترك القول على الله بلا علم. نعم. فمن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤية وأدلة العلو، وأنه لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم هذا عقيدة أهل الضلال، أنهم ينفون ما أثبته الله مع رسله عليهم الصلاة والسلام، ويجعلون الرسل مثل سائر البشر، ويحرفون القول عن مواضعه ويؤولونه بغير تأويله، وهذا كله باطل، والواجب التسليم والانقياد لأدلة الكتاب والسنة، لأنها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كلام الله جل وعلا، كلام رسوله الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وليس مثل كلام غيرهم، غير الرسل. نعم. ثم قد صار لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي، فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، فتأويل الخبر هو عين المخبر به، وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. يعني يفسر القرآن: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، قالت يتأول القرآن، يعني يفسر القرآن. التأويل معناه التفسير. نعم. وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هل ينظرون إلا تأويله، يعني الوحي المنزل، يعني ما أخبر، حقيقة ما أخبر به يوم القيامة، فعند ذلك يعترفون قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوننا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم. يقول الله جل وعلا: قد خسروا أنفسهم، لأنهم ضيعوا الإيمان في الدنيا فضاعوا في الآخرة. نعم. ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل، كقوله: ها
هذا تأويل رؤياي من قبل وقوله هذا تأويل رؤياي من قبل ورفع أبويه على العرش رفع أبويه على العرش يعني على الكرسي على عرشه لأنه صار ملك مصر يوسف عليه السلام صار ملك مصر وله عرش يجلس عليه يعني كرسي فلما جاءه أبواه أبوه وأمه أبوه يعقوب وأمه رفعهما على مجلسه إكراما لهما نعم وخروا له سجدا سجود تحية كان سجود التحية مشروعا حتى في أول الإسلام ثم نسخ ذلك ونهى صلى الله عليه وسلم أن يسجد أحد لأحد نعم وقوله تعالى قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أي سجود تحية أو سجود عبادة نعم وقوله تعالى ويعلمك من تأويل الأحاديث وقوله ذلك خير وأحسن تأويلا تأويل الأحاديث يعني معانيها ذلك خير وأحسن تأويلا أي تفسيرا نعم وقوله ذلك خير وأحسن تأويلا وقوله سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا إلى قوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا نعم الخبر لما جاءه موسى وسأله أن يتبعه الخضر عنده علم سئل موسى عليه السلام من أعلم الناس فقال أنا فأراد الله أن يبين له أن هناك من هو أعلم من موسى عليه السلام وهو الخضر الخضر عليه السلام عنده علم ليس عند موسى فذهب موسى ليتعلم من الخضر ذهب ليتعلم من الخضر إلى أن أدركه إلى أن أدرك الخضر ففعل الخضر أفعالا لم يفهمها موسى عليه السلام لم يفهمها عليه السلام قتل الغلام قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا ثم جاءوا على جدار استضافوا قوما فلم يضيفوهم وخلا رأى موسى رأى الخضر جدارا لهم يريد أن ينقض أن يسقط فبناه من جديد قال له موسى لولا اتخذت عليه أجرا يعني كيف تبني لهم جدارهم وهم ما ضيفونا لما لا تأخذ أجرا على هذا الجدار فموسى الخضر عليه السلام مضى إلى أن فسر هذه الأمور لموسى وبينها له نعم وقوله سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا إلى قوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا يعني تفسيره تأويله يعني تفسيره نعم فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه نعم. فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها وما أنزل فلن يتدبروا القول تدبروا القرآن
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، تدبروا كله ما استثنى شيء، تدبروا آياته ليعرفوا معانيها ويعملوا بها. نعم. فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها، وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عنا بها، وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله. فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف، وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له. والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه. ولذلك يقول ابن جرير رحمه الله عند كل آية: القول في تأويل قوله تعالى، يعني في تفسير قوله تعالى، القول في تأويل قوله تعالى يعني تفسير، ما هو يقصد التأويل اللي هو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. نعم. والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه، سواء وافق ظاهره أو خالفه، وهذا اصطلاح معروف، وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله. نعم. وقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، الآية فيها قراءتان، يعني وقوف، ويعني الوقوف يكون إذا أريد بالتأويل الحقيقة التي يؤول إليها الشيء يجب الوقوف على لفظ الجلالة، لأنه لا يعلم الحقيقة التي يؤول إليها الشيء إلا الله سبحانه وتعالى، فيوقف على لفظ الجلالة. أما إذا أريد بالتأويل التفسير فيجوز عطف الراسخون في العلم على الجلالة: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. نعم. وقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيها قراءتان، قراءة من يقف على قوله إلا الله، هذا إذا أريد بالتأويل الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، هذا لا يعلمه إلا الله. نعم. وقراءة من لا يقف عندها. نعم. وكلتا القراءتين حق. نعم. ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله. نعم. ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله. نعم. ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول، ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا، وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين، والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. نعم، دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم علمه التأويل، فصار ابن عباس إمام المفسرين بسبب هذه الدعوة المباركة. نعم. وراد بالتأويل هنا التفسير، تفسير المتشابه. نعم. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، ولقد صدق رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، رواه البخاري وغيره. ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لا يرد. يسمى ابن عباس يسمى حبر الأمة وترجمان القرآن بسبب دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم له. نعم. ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لا يرد. قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقفه عند كل آية وأسأله عنها. مجاهد بن جبر
من التابعين تلميذ لابن عباس، وكان يقرأ القرآن على ابن عباس ويسأله عن تفسيره، ففسره له كله، قرأه عليه وفسره له. نعم. وقد تواترت النقول عنه رضي الله عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن ولم يقل عن آية إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله. نعم. وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول إن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، ويروى هذا عن ابن عباس، مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس. نعم، الحروف المقطعة مثل ألف لام ميم، مثل صاد، مثل قاف، والقرآن مثل نون. أكثر المفسرين يقولون لا يعلم تأويلها إلا الله، ولكن الصحيح أنها إشارة إلى الإعجاز. يقول شيخ الإسلام هذه الحروف المقطعة إشارة إلى الإعجاز في أن القرآن مركب من مثل هذه الحروف، ولم تقدروا أن تأتوا بمثله، فهي إشارة إلى الإعجاز. نعم. ولذلك يأتي ذكر القرآن بعد كل حروف مقطعة، صاد والقرآن ذي الذكر، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، حاميم والكتاب المبين، يأتي ذكر القرآن بعد كل حرف من هذه الحروف، دل على أن المراد بها الإعجاز، أي أن القرآن مركب من مثل هذه الحروف التي تنطقون بها، ومع هذا عجزتم أن تأتوا بمثله أو بمثل شيء منه، مثل سورة منه، فأتوا بسورة من مثله. نعم. وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول إن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، هي من المتشابه. نعم. ويروى هذا عن ابن عباس، مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس. نعم. فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى، وهذا هو المطلوب. وأيضا فإن الله تعالى قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين. أي نعم، الحروف ليس، الحرف ليس آية، وإنما هو جزء من آية. نعم. والتأويل في كلام المتأخرين من يكفي الفقهاء، يكفي نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه أسئلة كثيرة تسأل عن رؤية الملائكة لله عز وجل في الدنيا، هل هذا أمر ثابت وهل ورد فيه شيء؟ لا أعلم شيئا من هذا، لا أعلم شيئا من هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهناك أسئلة أيضا تسأل فتقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج؟ خلاف بين العلماء، الجمهور على أنه لم يره، وإنما قال بعضهم إنه رآه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: هل يمكن رؤية الله عز وجل في المنام، وهل ورد أن نعم يمكن رؤية الله جل وعلا في المنام، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ورآه الإمام أحمد رأى الله في المنام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: الكفار هل يرون الله عز وجل يوم الحساب، أم أنهم محجوبون عن رؤيته في كل حال؟ يرونه في عرصات القيامة، يرونه في عرصات القيامة إذا جاء لفصل القضاء بين عباده سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما الذي جعل المعتزلة ينفون الرؤية عن الله عز وجل؟ هل فعلوا ذلك هروبا من إثبات الصفات له؟
اي نعم، جعلهم الضلال هو الذي حملهم على هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين الرؤية والإحاطة؟ اي نعم، قد ترى الشيء وأنت لا تحيط به، فأنت ترى الشمس ولكن لا تحيط بها حدودها، ترى الشيء ولكن ما هو لازم أنك تحيط به. نعم، يرون الله ولا يحيطون به سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: في قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار، هل في هذا دليل على إثبات الرؤية مع أنه نفي؟ لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به، الإدراك معناه هنا الإحاطة به، لا تحيط به، وإن رأته فهي لا تحيط به. نعم، ولا يحيطون به علما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الخضر هل هو نبي من الأنبياء أم رجل صالح؟ رجل صالح، لكن الله آتاه علما خصه به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل أيضا يقول: هل يمكن أن يقال بأن الخضر أعلم من موسى عليه السلام مطلقا؟ لا، ما هو مطلقا، في بعض الأشياء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا خر الرجل ليسلم على أقدام والديه ويقبلهما، هل يعتبر هذا من السجود؟ لا، ما هو من السجود، ما هو من السجود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يصح لي أن أتعلم علم الفقه على شيخ عقيدته أشعرية وأنا في بلدي خارج هذه البلاد؟ يا أخي لا تتعلم على شيخ معتزلي ولا شيخ في عقيدته خلل، بإمكانك أن تسافر إلى العلماء، واليوم تيسرت وسائل السفر الحمد لله، وتتعلم وترجع إلى بلدك، ولو أيام معدودة أو شهر، أو تسافر، وسائل النقل متيسرة وسريعة ولله الحمد، بإمكانك تتصل بالتلفون وتسأل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في ديارنا هناك من يعتقد أن الحكة التي تصيبه في يده اليسرى دلالة على أن أحدهم يذكره بسوء، وإن كانت في يمناه فإنها دلالة على أن أحدا ذكره بالخير، يقول: ما حكم هذا الاعتقاد حيث إنه هذه خرافة، هذه خرافة ليس لها أصل. لا، يقولون الإذن إلى طنت، يعني هذا دليل إن اليمنى ذكره بخير واليسرى إنه مذكور بشر، ولكن كل هذه خرافات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إن عندها خادمة تحت كفالتها وقد هربت قبل انتهاء مدة العمل، ولها عندها مجموعة من الرواتب، ماذا تصنع بها؟ تكتبها عندها باسمها، وإذا جاءت تدفعها له، وإن لم تأتي ويائست منها تتصدق بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لعن الكافر بعينه؟ نعم. هل يجوز لعن الكافر بعينه؟ هل خلاف بين العلماء، لأنه قد يهديه الله، قد يتوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز التحدث بالهاتف مع النساء الأجنبيات لأجل الحاجة، وهذه الحاجة ذكر أنها النصائح الدينية أو الأعمال أو غير ذلك؟ لا بأس بذلك، وحتى بدون الهاتف له أن يكلم المرأة وتكلمه في أمور مباحة أو أمور شرعية، تسأله يفتيها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل ابنته متزوجة وهي فقيرة، فهل له أن يعطيها من الزكاة؟ لا، لا تحل زكاة الوالد لولده ولا العكس، ولا زكاة الولد لوالده، وإنما تعطيها من غير الزكاة، من مالها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك طعام يوضع لأجل الإفطار، إفطار الصائمين، فهل لي أن أفطر معهم وأتناول الطعام وأنا غير صائم؟ إذا كنت محتاجا فلا بأس، أما إن أغناك الله فلا تأكل منه وهو للصائمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا دخل المأموم المسجد والإمام ساجد، إذا كبر تكبيرة الإحرام، هل يقرأ دعاء الاستفتاح أم يسجد مباشرة مع الإمام؟ يسجد مباشرة، دعاء الاستفتاح سنة ما هو واجب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل أتى إلى الرياض لأجل حاجة لمدة أسبوع، فهل له أن يجمع ويقصر الصلوات حتى يرجع؟ لا، إذا نوى إقامة تزيد عن 4 أيام فلا يقصر ولا يجمع، انقطع السفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الغيبة للفاسق؟ غيبة الفاسق وش المصلحة منها؟ ما هنا مصلحة، إلا إن كان تغتابه لأجل مثلا يبلغ بهذا لأجل يتوب، إذا كان فيها مصلحة تغتابه. نعم. مثل تشتكيه، تقول ظالم أكل حقي، فالشكوى يجوز للإنسان يذكر عيوب خصمه يتوصل إلى حقه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الأفضل أن أصلي في الجامع المجاور لبيتي، أم أنني أذهب إلى جامع توجد به جنائز كثيرة وحضور كثير في يوم الجمعة؟ لا، صل في الجامع الذي عند بيتك، لئلا يظن الناس بالإمام، إمام المسجد اللي عند بيتك، أنه لا يصلح، صل معه. والجنائز ما هو لازم تروح لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الصيام والعمرة في شهر رجب هل لها فضل؟ لا أصل لها، وليس في رجب أي شيء مشروع دون غيره، هو كسائر الشهور لا يخص بشيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل ظلم آخر ثم تاب من ذلك، هل من واجب التوبة أن يتحلل منه؟ إيه نعم، لأن هذا حقه، لازم حق المظلوم، فلازم أن تطلب منه المسامحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم العلاقة التي تكون بين الخاطب والمخطوبة، وذلك من ناحية خروجهما سويا لأجل التعارف التام في ذلك؟ لا يجوز هذا، إنما إذا أراد أن يخطبها يذهب لينظر إليها بحضرة وليها، ينظر إليها، لا بس حضرة وليها. نعم. أو يترصد لها وهي لا تراه ولا تدري عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لبس الملابس الرياضية التي يكون قد طبع عليها اسم من أسماء الله عز وجل وقد يدخل بها إلى الخلاء؟ لا يجوز هذا، لا يجوز كتابة اسم الله على الملابس التي يمتهنها الإنسان وينام عليها
يدخل فيها بها الخلاء، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كبائر الذنوب هل لا بد لها من توبة أم أنها تكفرها الأعمال الصالحة؟ لا بد لها من توبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالكبائر والصغائر التي دون الشرك قد يغفرها الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: امرأة الله جل وعلا يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الكبيرة لا تكفر إلا بالتوبة، أما الصغائر يغفرها الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: امرأة لها أسبوع قد انتهت من الحيض وطهرت، والآن رجع لها مرة أخرى، فهل يعتبر استحاضة أم أنه حيض؟ إذا كانت عادتها تمت ثم اغتسلت ثم جاءها شيء من الدم فهو دم فساد وليس دم حيض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة أفطرت في رمضان لأنها كانت مرضعة لطفلها، وبعد ذلك الآن تقول قد حملت ولم تستطع القضاء، هل عليها كفارة لو أدركت رمضان الآخر؟ لا، تقضي بعد رمضان الآخر وليس عليها شيء، لأن هذا مع عذر، هذا عذر لها، أنها حملت عذر لها، فعليها القضاء فقط ولو تأخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من ترك الصلاة تهاونا وليس جحدا لوجوبها فهل يعد كافرا بذلك؟ أي نعم، من تركها تهاونا فإنه يكفر بذلك، أما إذا جحد وجوبها هذا ما في إشكال أنه يكفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، تركها ولم يقل تهاونا، نعم، مجرد الترك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن هذه العبارة ينكر قائلها وهي: أنا مؤمن إن شاء الله؟ هل خلاف بين العلماء، يقولون أن قصد عدم تزكية نفسه، لا يزكي نفسه، هذه حجة الذين يجيزون، والذين يمنعون يقولون لأن إن شاء الله تدل على الشك فلا يقولها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: تدخل مجموعة من النساء إلى هذا المسجد وإلى غيره من المساجد لحضور الدرس، لكن لا ينزعن نقابهن طوال فترة الدرس ويصلين كذلك بالنقاب مع أن المكان كله نساء. تقول المرأة: لا نعرف هل هن نساء أم رجال، هل صلاتهن صحيحة بالنقاب وما الواجب في ذلك؟ صلاتهن صحيحة ولله الحمد، النقاب وفي دون نقاب صلاتهن صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: لدي أخ لزوجتي لا يحافظ على الصلاة في وقتها ولا مع الجماعة، هل يجب علي؟ يقول: لدي أخ لزوجتي لا يحافظ على الصلاة في وقتها ولا يصلي مع الجماعة، هل يجب علي هجره وهل يجب علي أن أخرجه من منزلي؟ نعم، تنصحه، فإن امتثل وصلى مع الجماعة فالحمد لله، وإن لم ينتصح ولم يقبل فأخرجه من منزلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل كل إسبال للثياب يعد محرما؟
إيه نعم، إذا تركه فهو محرم، وإذا نزله ما درأ ارفعه فلا إثم عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل تقول: هل يجوز للمرأة إزالة شيء من شعر حواجبها إذا كان شيئا زائدا وفيه تشويه؟ نعم، إذا كان مشوها وتتأذى به فلا بأس بإزالته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا وقع على الثوب بول أكرمكم الله وقد جف هذا البول، فهل يطهر بجفافه؟ لا، ما يطهر بجفافه، هذا كالأرض، الأرض اللي تطهر بالشمس والريح على قول، أما الثوب فلا بد من غسله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من تحصل على أموال ربوية ثم تاب من ذلك فما كيفية الخلاص منها؟ يضعها في مشاريع خيرية، يضعها في مشاريع خيرية تخلص منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض من الأئمة والمؤذنين يوكلون غيرهم كثيرا ويعطونهم شيئا من المكافأة، وعندما ننصحهم يقولون: هذه مكافأة من ولي الأمر ليست على هذا العمل، فهل فعلهم هذا جائز وهل قولهم صحيح؟ لا، ما هو جائز ولا قولهم صحيح، هذه أمانة في ذممهم، عليهم أن يقوموا بها أو يتركوها لغيرهم، إما أنه يلتزم بإمامة المسجد وإما أنه يتركها لغيره، ولا يأخذ مكافأة الإمام ولا يتخلف عن الصلاة بكثرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا خرج المني عن طريق الاحتلام فهل هو موجب للغسل؟ أي نعم، الاحتلام يوجب الغسل إذا نزل منه، قال صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، أي أنه إذا خرج منه مني بالاحتلام فإنه يجب عليه أن يستعمل الماء بالاغتسال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجب على المرأة نقض شعرها عند اغتسالها من الحيض وعند اغتسالها من الجنابة؟ عند اغتسالها من الجنابة لا، هاي ما يجب عليها، يشق عليها ذلك، أما عند اغتسالها من الحيض أو النفاس فإنها تنقضه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعد النداء الثاني من يوم الجمعة يحرم البيع والشراء، بالنسبة حفظكم الله يقول لشراء السواك، هل يكون محرما كذلك بعد النداء الثاني؟ نعم، النهي عام وذروا البيع، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، السواك وغيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: صلاة تحية المسجد هل هي واجبة؟ لا، تحية المسجد سنة ليست واجبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم المتاجرة بالعملات في بيعها وشرائها؟ لا بأس بذلك، هذا يسمى الصرف، لا بد من التقابض في المجلس، تقابض في المجلس، بيع العملات لازم من التقابض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا دخلت أثناء خطبة الجمعة فهل أصلي تحية المسجد أم أجلس مباشرة للسماع؟ صل تحية المسجد وخففها، لا تجلس إلا مؤذن تحية المسجد، لكن تخففها. نعم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لخطبة الجمعة
هل يجوز أن تكون بغير اللغة العربية إذا كان من أمامي لا يعرفون العربية؟ نعم يجوز أن تفهمهم بلسانهم الذي يفهمونه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إنها طالبة وعندهم دكتورة تدرسهم، وقالت بأن القرآن الصحيح أن فيه مجازا وأن هذا هو القول الراجح، فهل هذا قول صحيح؟ لا ما هو صحيح، ما هو صحيح. القرآن ليس فيه مجاز، بل هو حقيقة، كله حقيقة وليس فيه مجاز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول من ترك التسمية في الوضوء فهل تجب عليه إعادة الوضوء؟ من لا ترك تسقط مع النسيان، تسقط التسمية مع النسيان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول من أصيب بسلس البول فكيف يتطهر؟ إذا أراد أن يصلي يتوضأ ويصلي ولو نزل عليه البول، لكن ما يتوضأ إلا عند الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول من ترك صلاة واحدة متعمدا بدون عذر ولم يتب من ذلك فهل يحكم عليه بالكفر ولو عاد إلى الصلاة؟ اي نعم، من ترك صلاة واحدة متعمدا يحكم عليه بالكفر إذا لم يتب يقضيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أفطرت عدة أيام من رمضان يقول بدون عذر ثم تبت إلى الله، فهل يجب علي القضاء؟ بلا شك يجب عليك القضاء والمبادرة بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول ما حكم قراءة القرآن على الميت؟ لا يجوز هذا، ما يقرأ القرآن على الميت، القرآن يقرأ على الأحياء لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، ولا يستفيد الميت من قراءة القرآن عنده. نعم. كذلك حفظك الله يسأل ويقول ما حكم أيضا وضع المصحف على بطنه، على بطن الميت؟ لا يجوز، هذه إهانة للمصحف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول الجمعة هل لها عدد، هل لا بد من 12 رجلا لحضورها وإقامتها؟ خلاف طويل، ولكن الصحيح أنها تنعقد بما تنعقد به الجماعة، يعني باثنين مع الإمام، اثنين مع الإمام، لأن عقل الجمع اثنان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز صيام يوم الجمعة ضمن صيام أيام البيض؟ إذا وافق أيام البيض يصام. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم رفع اليدين للدعاء بعد السلام من الصلاة؟ لا أصل له، ملازمة هذا دائما لا أصل له، أما إذا فعل بعض الأحيان فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول من فاتته عدد من الصلوات فهل لا بد أن يقضيها مرتبة؟ نعم لا بد يقضيها مرتبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يسأل يقول هل يجوز أن يخرج الإنسان من المسجد بعد الأذان لحاجة، يتوضأ مثلا ويرجع، أو يروح إمام المسجد ثانية بيصلي إمام بالمسجد إذا كان له عذر فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول رجل دخل المسجد والناس يصلون ولم يجد له مكانا في الصف فصف خلفهم لوحده، هل صلاته صحيحة؟ إن جاء أحد وقف معه فصلاته صحيحة، وأما إن استمر وما تصح صلاته،
رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي فذا خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، وقال لا صلاة لفذ خلف الصف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إذا كانت المرأة أو إذا كانت الزوجة أقرأ من زوجها للقرآن، فهل لها أن تأمه في صلاة النافلة في البيت؟ لا، المرأة لا تأم الرجل، ولا الأعرابي يأم مهاجرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: صلينا إلى غير القبلة جهلا منا داخل البلد، فهل تجب علينا الإعادة؟ ما ندري وش توجهكم، إن كان توجهكم انحراف عن القبلة تعيدون الصلاة، لأنه لا عذر لكم، أنتم في البلد تشوفون المساجد تسألون الناس، فإذا صليتم إلى غير القبلة وأنتم في بلد لا بد من الإعادة لأنكم مفرطون. نعم، انتهى وفقك الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.